لو الحكاية فيها إن فيدي انت راح تحكي حقات وميتك، انت راح تشوف الرسول. شعورك النهاردة وانت راح تحكي؟ أنا فرحان، فرحة الدنيا بحاجة. أنا حزور الرسول وأتمنى أن أنا أدعي للناس كلها. تمنياتك وأدعي لأولادي وأدعي لمراتي وأدعي للأهل. السلطات المصريه كانت السلطات المصريه كانت وضعها ايه في الانزال الهائل الاجراء بتاعكم النهارده؟ انهاء الاجراء بتاعكم، هل حد ضايقكم ولا كتب لكم المشي؟ لا ولا حد ضايقني ولا حد عمل اي حاجه. السلطات احسن السلطات وعملنا ربنا اللي احنا جينا مع السلطات بتوع الجرعه. تحب تقول للبلد والرئيس ويترحم؟ ربنا يخلي الرئيس والبلد وينصر بلدنا بحاجه ينصرها على كل من كان يعاديه. جبت يا ريالات من الريالات جبتها منين؟ جبت ريالات من اللي استاذ من السوق السوداء. السوق السوداء؟ ما هو البنك مقفول، مفيش تأشيرات ولا في أي حاجة، ما بيصرفوش على التأشير. حلو. أنا السوق السوداء خدنا بالي وعلى دماغي.